كنا أنا وزوجي قاعدين على التلفزيون فكنا نشاهد برنامج عن كيفية زراعة الزعفران في المغرب العربي. فحكيت له ما دام إنها الأرض يعني عندنا مهجورة نقدر إنها نستغلها ونزرعها. إحنا عملنا مشاريع تكون مألوفة. فالحمد لله يعني تم الاتصال علينا إنك أنت يعني إنه اخترناكي من ضمن الصبايا اللي موجودات. كان شعور حلو إنك بلشت في مشروع. إنك بلشت بمشروع إليك إنه يكون برضو مستقبل إليك ولأولادك. لما جين بصيلات الزعفران تحسيش يعني مش عارف كيف أعبلك لما شفت أبصال الزعفران لأول مرة بشوفهم في حياتي. لما شفتهم على التلفزيون أحكي ما أقول هذا يعني إنه بيكبر. كنا نزرع الزعفران نحفر له تقريبا حفرة، كنا نحط الجزء الكبير من الزعفران تحت الأرض والجزء الصغير اللي مبين طبعا كان نتفة صغيرة مبينة نحطها فوق الأرض. العام يعني زهر الزعفران صحيح كمية شوية أو كمية صغيرة بس كان يعني فرحتنا كبيرة لما تزهر الورد البنفسجية وتطلع عندها ثلاث شعيرات الحمر تقعد ما إنها طرق بدائية بس أنت لما تشتغلي تكون الحمد لله ثمرة عملي ما راحت بتكون قصيلة سبحان الله بتحطيها بالأرض بتعتني فيها فهي بتصير يعني أول شهر هيك صارت إشي أخضر صغير يطلع فإحنا لما جينا على الأرض بلشنا نتفقد فيهم والله كأنك تفقد ابنك أو بنتك الصغيرة. بتمنى لكل صبية خاضت مشروع إنها تكمل فيه وإنها تكون على قد المسؤولية اللي إن شاء الله كانت اللي اختاروها من أجله. إن شاء الله إذا كبر مشروعنا يعني من نسوي شركة صغيرة هيك نسميها المجد الأعشاب الطبية والزعفران. في إيراني وفي هولندي وفي يعني في عدة أنواع من الزعفران. بلده الأصلي اللي هو إيران. ليش هو غالي؟ لأنه بيعتمدش على ماكينات اللي مينه أو آلات، بيعتمد على الأيدي نفسها، الأيدي العاملة. بده طبعاً أيدي عاملة وبده دقة فائقة. أهلاً أهلاً أستاذ أشرف، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ كيف أنت؟ كيف صحتك؟ والله الحمد لله رب العالمين، كيف أنت؟ الحمد لله. كان هذا ريسك إنه ما ينجح هذا المشروع، خاصة إنه التجربة الأولى إنه كيف نقيس ونفحص خصوبة وطبوغرافية وتربة فلسطين لاستيعاب مثل هيك نباتات. بالعكس زي مشروع الزعفران كان من فكرته إنه لأنه دقيق ونبات صغير بحاجة لأيدي عاملة كبير. السنة إن شاء الله الموسم زي ما انتم شايفين ان شاء الله يجعلنا في البركة للجميع. والسنة بجوز ما انزلش على السوق لانه قليل، والسنة الجاية ان شاء الله انه يكون سنة خير وبركة اكثر من السنة. وان شاء الله اني بوعد التجار جميعا اني امن لهم الكمية المناسبة وانه يكون زعفران فلسطيني وزعفران محلي.